حلمي اليوم نهز محفظة ونمشي نقري باش نعاون دارنا. اللي نمثل واحد من عشرات الآلاف الشباب اللي في الخيروين، ما ريناش اللي ثم بوادر إيجابية اللي باش تحقق لنا معناها مطالب وباش تتحسن ظروفنا. بالعكس ديما كتشوف ما فماش أمل، فما بيبان مسكرة خاطر الحكومات من غير برامج وخاصة تجاه المناطق الداخلية هذه. بالرغم من اللي تعدوا 10 سنين من الثورة، اللي ما زالت الاحتياجات هي هي والمطالب ما زالت ما تحقق منها حتى شيء، وأهم مطلب اللي هو التشغيل. المعطيات تؤكد وتعطي ان شهر اواخر ديسمبر جانفي فيفري باش تكون الاعتصامات والتحركات الاجتماعيه اعتقد اكثر بكثير مما هي عليه اليوم. اليوم فقدان الثقه في المنظمات وفي الجمعيات وفي الاحزاب ككل، اللي هو تتسع ما بين ما هو منظمات وحزبي وسياسي الى اخره، وما بين هذا الحراك حراك المعطلين عن العمل. فقدان أن الوضع الذي نحن فيه اليوم 10 سنوات بعدما نسميه فهمتني ثورة مختلف تماما عما فني كان عليه قبل 10 سنوات. آلاف وعشرات آلاف الشباب الذي عاطل عن العمل وخاصة من أصحاب المؤهلات العليا وأساسا حملة الدكتوراه الذين فني كانوا يطمحون إلى أن توفر لهم الثورة فهمتني عملا يتلائم مع شهاداتهم ومع ما يستحقونه ومع ما بذلوه من جهد، أصبحوا اليوم فهمتني في الشوارع يطالبون فني بشغل هم أدرى وعون بأنهم لن يحصلوا عليه.